ينبغي أن يكون المؤمن على بصيرة ودراية بأن الله تعالى خلق الخلق، الله خالق كل شيء، وقد اصطفى من خلقه ما يشاء جل في علاه، فاختار من خلقه زمانا ومكانا وذاتا وأشخاصا وأحوالا، خصها بخصائص كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله تعالى خلق الخلق واصطفى من خلقه ما يشاء، ومن ذلك ما اصطفاه جل وعلا في الزمان، وهذا نموذج ومثال لهذا الاختيار الإلهي الذي يخص فيه جل وعلا بعض الزمان بما ليس في غيره من الفضائل والخصائص والأحكام. فربنا جل في علاه أخبر في كتابه بخلق الزمان فقاء، وأنه جل وعلا جعل الزمان على نحو من العدد في كتابه جل في علاه، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وهذا الخبر الإلهي يخبر فيه جل وعلا بعدة الشهور، وأنه جعل الزمان جاريا على هذا العدد. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في حكمه وقضائه جل في علاه، يوم خلق السماوات والأرض. بعد أن أخبر بتقسيم الزمان إلى هذا العدد، وهذا يوم خلق السماوات والأرض، أخبر باختصاص بعضه فقال: منها، أي من هذه 12 شهرا، 4 حرم، ثم قال: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا الخبر الإلهي بين فيه جل في علاه اصطفاء بعض الزمان بجعله على نحو من المنزلة والمكانة فيما يتعلق بالحرمة ووجوب الاحترام وصيانة النفس عن الخطأ والعصيان، ما ينبغي أن يراعيه كل مؤمن. ولذلك قال تعالى: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.